الله هو الإله الوحيد في الكتاب المقدس ولا إله آخر. الكتاب المقدس هو كلمة الله ولا توجد أي كلمة أخرى. الخلاص هو عطية إلهية مجانية من عند الله، طريقة الله إنه المسيح يأتي ويقدم نفسه فدية للجميع، كفارة لكل العالم. هذا هو الخلاص، عطية مجانية من عند الله بالنعمة. ثم أحبائي، المسيح هو المخلص الوحيد وهو الطريق الوحيد، وهذا ما تعلم فيه المسيحية، وأدعوك أن تأتي إلى المسيح.